نرحب بالأخ والصديق العزيز ونعتبر عضو في مجلس نقابة الكيزل الأخ الفاضل دايماً معانا دكتور إيفان إدوارد، وبنستأنف معانا نشاط الثقافي بعد فترة توقف أثناء انتخابات النقابة العامة، هيعقوبة برضه فترة توقف ثانية بعد المحاضرة اللي جاية لعيد الفطر لعيد الأضحى المبارك. إن شاء الله تكون محاضرة متميزة زي ما تعودنا مع الأستاذ الدكتور إيفان إدوارد. اتفضل. مساء الخير يا جماعة. ان شاء الله محاضرتنا النهاردة هتبقى عن النوبة، يمكن عنوان معابد النوبة، لكن انا هركز شوية على النوبة لان الجزء ده لبعض الناس مبهم شوية، او اللي معروف فيه الحاجات المهمة زي معبد ابو سمبل الكبير والصغير. عايزين نعرف المعابد اللي موجودة. محور المحاضرة النهاردة هيبقى النوبة، التسمية، آلهة النوبة، علاقة ملوك مصر بالنوبة على مر التاريخ المصري القديم، اعتبارا من عصور العصر العتيق، الدولة القديمة كانت العلاقات ايه، الدولة الوسطى كانت ايه، الدولة الحديثة هقف وقفة حلوة وقوية في العصر المتأخر، والأسرة النوبية او الكوشية في الأسرة 25، ونعرف مين هم الأسرة النوبية دي ودخلت مصر ازاي، امتى طلعت من مصر، وايه سبب طلوعها من مصر، مين اللي طلع من مصر وفي انه فترة ورجع تاني مكون اسرة جديدة، عملوا قد ايه وحكموا قد ايه في مصر، وهل كان ليهم تأثير ولا ما لهمش تأثير في مصر. احنا عارفين تقسيم التاريخ المصري القديم، عايزين نعرف النوبة كان فيها ايه، عايزين نعرف النوبة كان فيها ايه من اول العصور الموجودة عندها معاصرة لفترة الحضارة المصرية القديمة. وفي الاسرة 25 كونوا اسرة كاملة، مملكة نباتة في الجنوب، وبعد كده مملكة مروة، ودي كانت معاصرة، وحتة دي مهمة، كانت معاصرة لفترة مصر في العصرين اليوناني والروماني، لما كان البطالمة محتلين مصر 300 سنة وراهم 600 وشوية سنة الرومان، قرابة 1000 سنة اليونان والرومان في مصر، كانت حضارة مروي موجودة فين؟ في السودان. وازاي بعد الفترة دي هتيجي مملكة جديدة او ملك الحبشة هيجي يغزو منطقة النوبة ويقضي على مملكة مروي. يبقى احنا ماشيين بالترتيب من نباتة لمروي للعصر النوبة في العصر المسيحي، مش هتكلم عليها كتير، بس هنعرف ان خلاص جه ملك من الحبشة قضى على الأوثان والأصنام وألقى بيها في النيل، انتهت مملكة مروي، دخلنا في النوبة في العصر المسيحي، ثم النوبة في العصر الإسلامي. يبقى عايزين نمشي، هنمشي تسلسل زي ما عندنا هنا في مصر، كانت إيه الفترات المعاصرة في النوبة. هنتكلم على الآلهة اللي من أجلها شيدت المعابد. طبعا كل المرشدين وكل الناس اللي طلعت برا بيفاجئوا إن في معابد كاملة، معابد كاملة موجودة في الخارج، برضو صغار المرشدين ما يعرفوش الكلام ده، او محدش بيركز في المعابد اللي طلعت موجودة في لايدن في هولندا والمتروبوليتان والحاجات اللي طلعوا في مدريد، معابد كاملة اديناها اهداء لبعض الدول نظير ان هم ساعدونا في انقاذ اثار النوبة. طبعا انا غالبا هنعمل جزء تاني للمحاضرة هنتكلم على المعابد بالتفصيل، ان كان الكلام النهاردة جنرال شوية، متناولين المعابد كلها اللي موجوده ورا السد والموجوده قدام السد كله مع نبذات، مع التركيز على معبد كده مهم شويه في الصور بتاعته، لكن عموما هنحاول نخلي محاضره تاني للنوبه. نبدا بقى النوبه، الموقع والتسميه. كتير منا من صغار المرشدين، عشان عارف طبعا في اساتذه كتير مشرفينا وحاضرين النهارده، النوبه مقسومه نصين زي ما مصر مقسومه نصين، مصر فيها مصر السفلى اللي هو الشمال اللي هو بحري، ومن تحت مصر العليا. فبالتالي النوبة مقسومة نصين، مصر السفلى، النوبة السفلى اللي هي بعد أسوان على طول، والنوبة العليا اللي هي في الجنوب. زي ما مصر فيها سفلى وعليا، عندنا في النوبة السفلى وايه والعليا. تمتد النوبة من الجندل الأول لغاية الجندل السادس، دايما كان يقولوا لنا ايه لغاية الجندل الرابع، ماشي، بس هما في ست جنادل يعترضوا مجرى النيل. النوبة تمتد من الجندل الأول لغاية السادس،
المساحة 250 ألف كيلو. عشان دايما هنقول النوبة السفلى اللي هي بعد أسوان على طول، دي علاقتنا بها كانت قوية جدا، وكنا فترات كبيرة بيعتبروا ان الاثنين البلدين ايه واحد. النوبة تقع في مصر، وهنحددها بعد كده ان هي بتمتد من جزيرة إليفانتين في أسوان، النوبة السفلى من جزيرة إليفانتين في أسوان لغاية منطقة وادي حلفة عند حتة اسمها وادي علائي، دي النوبة اللي هي النوبة الايه السفلى. اما النوبة العليا اللي هي تحت خالص زي ما عندنا مصر العليا اللي هي أسوان في الجنوب خالص. النوبة العليا تقع في السودان، الجندل الثاني عند وادي حلفة عند علائي، وادي علائي هي دي يعتبر المسافة او الحد الفاصل لحدود مصر الجنوبية. النوبة السفلى أسوان إليفانتين لغاية وادي حلفة كان اسمها ايه؟ واوات. يبقى النوبة اللي بعد أسوان كان اسمها واوات، اما النوبة اللي جوه خالص كان اسمها كوش او كاش كما اطلقت في النصوص المصريه القديمه كاش او كوش. وهنعرف ايه سبب تسميه في حته مسميات النوبه، هنعرف من اين جاءت كاش والكوشيين. دي بالنسبه للموقع والتسميه. ووات وكوش من تحت النوبه العليا، ثم جت فتره اطلقوا على الاثنين اسم كاش او كوش، يبقى النوبه كلها اخذت الاسم ده، صارت كوش اسم على النوبه كلها. ايه اشهر الاسماء اللي احنا ممكن نجدها في المراجع والكتب على النوبه؟ النوبه سموها تا سيتي بمعنى ارض القوس او ارض رومات الاقواس، نظرا لشهره النوبيين فين؟ في الرمايه والكلام ده كله، ارض رومات الاقواس لمهاره النوبيين في هذه المجال. وده الاسم تا سيتي ده كان اسم بيطلق على الاقليم الاول اللي هو اقليم إليفانتين، الاقليم الاول من اقاليم مصر العليا. احنا عارفين كل اقليم اعتبارا من إليفانتين واسوان وكمومبو وادفو كان في كل اقليم كان ليه اسم. زي اقليم مثلا بتاع ادفو كان اسمه بحدت، نظرا لان الاسم الاله اللي كان بيعبد فيها الاله حرب بحدتي او خرس الادفاوي، فعشان كده كان كل اقليم ليه اسم. فالاسم اللي كان بيطلق على النوبه اصلا كان موجود على احد اقاليم مصر العليا. التسميه الحديثه اللي هي النوبه، كتير من الناس بيعتقدوا ودي عليها علامه استفهام ومفيش حد جزم بيها، كثير من الناس بيقول لك ان النوبه دي جايه من كلمه نبو او نوب اللي هي الذهب، باعتبار ان النوبه ارض الذهب وفيها المناجم الذهب. وهنعرف ان في الدوله الوسطى بدايه استغلال ملوك الدوله الاسرى، اسره 12 تحديدا، وسنسرت بدايه الاتجاه الى مناجم الذهب في النوبه. قالوا تعني الذهب بمصر القديم استغل مناجم الذهب في الدوله في الوسطى في النوبه، بس لم يعثر على هذه التسمية في أي وثيقة من الوثائق المصرية القديمة أو البطلمية. الناس اللي بنقول كلمة النوبة جاية من النوب أو النبو، الكلام ده لغاية دلوقتي عليه علامة استفهام ولا يلقى تأييد كثير من العلماء. كوش، من أين جاءت كوش أو كاش؟ جاية من كوشين جد النوبة والنوبيين، وهو أخو مصرين جد المصريين. مصرين جه مصر، أما كوشين اتجه لفين؟ الى النوبه. واحد راح مصر وواحد راح النوبه، وبالتالي ده اسس العنصر الكوشي او بلاد النوبه، وهنا اسست مصر. دي معلومات عامه هتفيدنا عشان واحنا بنتكلم على مدار المحاضره الحاجات المهمه موجوده فيها. بلاد النوبه حظيت بمجموعه رائعه من المعابد، وصلت الى 17 معبد، خمس هياكل او مقاصير في شرق وغرب النيل. كل معبد بعد كده هنتكلم عليه هنقول ده في الشرق ولا ايه غرب النيل، وايه اللي نقل من الشرق لما قطعت الاحجار بتاعته ونقلت الى الغرب. معظمها محفور في الصخر نحت زي ابو سمبل، وفي حاجات تاني بعضها مبني بالفعل. تحول عدد كبير، وطبعا دي برضو نقطه ملحوظه مش يعني هتلاقوها حضراتكم في كثير من المعابد اللي هنتكلم عليها، اخر جمله كده مكتوبه في كل معبد، وقد تحول المعبد الى كنيسه في العصر المسيحي، او وجدنا بعض النقوش تدل على تحول المعبد الى كنيسه او مقصوره مسيحيه في العصر المسيحي، ايام النوبه في العصر المسيحي. اقدم تلك المعابد قبل رمسيس الثاني والاسره 19، اقدم تلك المعابد كان معبد عمده شيده الملك العظيم تحتمس الثالث، معبد عمده. وكان لنا قصه كده كنا عايزين نروح معبد عمده والسبوع من فتره كده من كام سنه، وكان في مشكله في الجاز ساعتها، وبعد ما دخلنا الطريق ومشينا بتاع 70 80 كيلو الراجل اكتشف ان الجاز اللي معاه مش هيوصلنا لان هي حته مقطوعه وما فيهاش خدمات عمده والسبوع، فبالتالي رجعنا وما قدرناش نكمل الرحله.
ورحناها بعد كده في زياره لاحقه. فهي حته وعره جدا، غير خط طبعا ابو سمبل، اقدم المعابد اللي شيدت، شيدت وتحطمس الثالث اسره 18 ولي عهده او الحطب الثاني، واكمل فيه بعض المناظر الصغيره القليله مسجله باسم تحتمس الرابع. معبد ابو عوده من عصر الملك حور محب نهايه الاسره 18. يبقى اقدم مع المعابد دي عمده وشيده رمسيس تحتمس الثالث ولي عهده. اكثر الملوك اللي شيدوا في معابد النوبه هو الملك رمسيس الثاني، ليه ست معابد تحديدا. شمالا بيت الوالي، وراه على طول جرف حسين، معبد السبوع او كما يطلق عليه وادي السبوع، ومعبد الدر، ثم معبدي ابو سمبل الكبير والصغير. دول الست معابد اللي بينسبوا لرمسيس الثاني. اما خلاف ذلك معابد انشئت في العصر اليوناني والروماني، معابد كتيره شيدها ملوك النوبه بالعصر المروي اللي كانوا يعني معاصرين لفتره مصر في العصرين اليوناني والروماني. نيجي لحاجه مهمه قوي، لما نحط مملكه النوبه ومصر عايزين نعرف امتى كان في تلاقي، امتى كان في محبه او في عداوه، او امتى كان في علاقه ما بين ملوك مصر وملوك النوبه. العصر العتيق تحديدا اسره ايه؟ اولى الملك جر من عصر الاسره الاولى، خرج على راس حمله الى الشلال الثاني لتامين طرق تجاره، عايز بس يامن طرق التجاره بيننا وبين الجنوب. ولقيناه اشارات كمان عثر على اسم منقوش على جبل الشيخ سليمان جنب بهن قباله وادي حلفه مسجل انتصاره على النوبيين، يبقى راح يامن طريق واللي اعترضوه انتصر عليه، يبقى ده احتكاك ما بين مصر والنوبه في الاسره الاولى الملك جاد. قعدنا فتره كبيره العلاقات مش قويه قوي بين مصر وبلاد النوبه لغايه الاسره السادسه، يعني دي الحاجات اللي ظاهره قوي في التاريخ عندنا، علاقات بين ملوك مصر والاسره مصر وبلاد النوبه في الاسره السادسه. بالمناسبة أهم ملوك في الأسرة السادسة نعرفهم الملك تيتي اللي معرفش إزاي اعتلى العرش، معرفش إزاي جه وكيف كانت نهايته. الملك تيتي بعد الملك أوناس أو ونيس آخر ملوك الأسرة الخامسة جه الملك تيتي، عرفنا لما نعرفلوش أصل ولا كيف اعتلى العرش ونهايته كانت غامضة. أهم ثلاث ملوك يهمونا في الأسرة السادسة الملك بيبي الأول، وكان عنده ابنين مر إنراع وبيبي الثاني، هم دول اللي ممكن نحتاجهم في التاريخ والكلام ده كله. بيبي الاول هنقول عمل ايه او ايه اللي حصل في النوبه، ثم مر إنراع في عصره ايه الاحتكاك اللي بيننا وبين النوبه، وفي عصر بيبي الثاني. عصر الاسره السادسه الدوله القديمه في عصر الملك بيبي الاول ثاني الملوك بعد تيتي زي ما قلنا، نسمع عن القائد ويني. القائد ويني، ويني ده ربنا مد في عمره قوي، عاش في عصر بيبي الاول وعمل انجاز بس كان موظف صغير. في ايام مر إنراع راح وحفر خمس قنوات وبحيرات علشان يزيل الصخور اللي بتعترض مجرى النيل عشان يبقى فيه لينك بيننا وبين النوبه، وعاش في عصر الملك بيبي الثاني. وهنعرف ان هو احضر له قزم صغير كده او مش هو قوي يعني حرخوف اللي هو بعته القائد ويني جاب له. فبيبي نسمع عن القائد ويني، اول حاجه بيبي ارسل سيده لتاديب المتمردين. ويني في عصر الملك مر إنراع ابن الملك بيبي قام بحفر خمس قام بحفر خمس قنوات عند الشلال الاول عشان يسهل الاتصال بين مصر والبلاد الواقعه للجنوب منها. في عهد بيبي الثاني ارسل كان في حاكم الفانتين في اسوان، دايما الملك يكلفه يعمل حملات استكشافيه تاديبيه يامن حدود مصر الجنوبيه، يبقى حاكم الالفانتين كان هو اللي يعني كان مكلف بهذه المهمه. ويني وطد علاقته بزعماء النوبه وكان بياخد منهم ناس هم اللي بيتبرعوا، وكان بيستخدمهم في حروبه مع اسيا ومع الفلسطينيين، بيستخدم الجنود بتوع النوبيين. ويني لما كان حاكم على الوجه القبلي بعت الرحاله حرخوف اربع حملات، ثلاثة في عهد الملك مر إنراع والرابعة في عهد بيبي عشان يوطي الرابعة. حرخوف ده كان وظيفته ايه؟ زي ما قلنا حاكم اقليم الفانتين، الملك كان بيبعته في حملات، أحد تلك الحملات جاب قزم صغير للملك بيبي الثاني عشان يتسبب في إسعاد وتطب، والحملة دي ما نعرفش عنها حاجة، دي الحملة الرابعة. كل الأخبار بتاعة إحضار حرخوف لهذا القسم هي اللي غطت على أخبار الحملة. في عصر الدولة الوسطى احنا خلاص خلصنا جر وملوك الاسره السادسه، في عصر الدوله الوسطى وتحديدا العام ال 18 من حكم الملك سنوسرت الاول امتد نفوذه لكوش، كاش اللي هي النوبه العليا
يعني هو مسيطر على نواط وامتد ده كمان الحاجه الجميله اللي حصلت ان هو ابتدى يهتم بمناجم الذهب وخيرات بلاد النوبه. يبقى الكلام ده في عصر الدوله الوسطى. شمال النوبه كله اللي هو النوبه السفلى معانا من الجند الاول لغايه الثاني تحت النفوذ المصري. سنوسرت الثالث اكد على الكلام ده كله وبذل جهد كبير عشان يوطد سلطانه. طب عمل ايه؟ عمل حاجه جميله جدا. سنوسرت الثالث سحق بلاد كوش وضمها لمصر نهائيا. قلعتي سمنه وقمنه اصبحت دي حدود مصر لغايه هناك. واطلق على قلعه سمنه اللي موجوده هناك قلعه الملك خعكورع. خعكورع اللي هي الاسم الصراع واسم الميلاد بتاع الملك سنوسرت الثالث. واصبحت هي وقلعه قمنه اللي قدامها في الناحيه الشرقيه بيتحكموا في الممرات النهريه. ومصر كانت مسيطره على الحته دي في عصر الدوله الوسطى تحديدا ايام الملك سنوسرت الثالث. سنوسرت عمل حاجه جميله جدا. حط لوحه هناك. حط لوحه عرفت باسم لوحه الحدود. ومش عايزين نلخبط بينها حتى في التسميه ما بينها وما بين لوحات الحدود بتاعه ال 14 لوحه الحدوديه اللي عملهم اخناتون واحاط بيهم مدينته تل العمارنه. حد شاف احد لوحات الحدود دي؟ في اثنين. اثنين اللي بيتشافوا يعني بيتزاروا كويسين قوي لان رحنا وما كناش متخيلين حتى الوضع بتاعه. في واحده مرهقه جدا في تل العمارنه بين المجموعه الشماليه والجنوبيه بنطلع كده فوق نتفرج على المجموعه دي. واحده تاني في مدخل تونا الجبل. فلوحات الحدود بتاعت من حطب الرابع او اخناتون دي حاجه. لوحه الحدود دي حطها واقامها وكتب عليها كلمه حلوه قوي يمنع فيها اهالي النوبه جنوب المنطقه بتاعت سمنه ان يتخطوها شمالا. اخركم هنا الا اذا جاؤوا يا اما تجاره يا اما عمل مشروع. لكن تتخطوا دي بهدف او بحجه مهاجمه مصر ما ينفعش. وكتب وصيه حلوه قوي. كان في دوريات مقيمه عشان لو في اي شبهه مش مظبوطه لتحركات نوبيه ناحيه مصر يبلغوا الملك فورا. عمل حاجه حلوه قوي. عمل مرسوم وختمه. قال لك ان ايا من ابنائي يحافظ على هذه الحدود فهو ابنا لي ومن صلبي. واي واحد يفرط في شبر من الحدود بتاعتي لغايه لما انا واصل هنا فهو ليس ابني وتحل عليه لعنه الالهه. كتب لوحه بيقول ان هو يعني دي حدودي ودي اخري ومحدش لو سمحت يفرط فين في الحدود دي. تحتمس الثالث في الاسره ال 18 اعتبر ان سنوسرت الثالث اللي حامل المنطقه بسبب الحاجات اللي حط هناك وراح وقام وصل الحدود لسمنه وقمنه وحط لوحه تحذيريه. فعشان كده تحتمس الثالث قال على سنوسرت هو الاله الحامي للمنطقه. ملوك النوبه وتحالفهم الملك من ايام سقن الرع وبعده الملك ابنه الملك كاموس ثم الملك احمس الاول. اكتشف احمس ان في احنا قاعدين هنا في طيبه. اكتشف ملوك طيبه ان في تحركات ما بين النوبه وما بين ملك الهكسوس واتفاق خفي ان النوبه تهاجم مصر من الجنوب والهكسوس يهاجموا طيبه من الشمال وتقوا بعد كده لما ناخدها يبقى احلاها حلال ونقسم البلد مع بعض. تحالف بين ملوك الهكسوس وملوك النوبه واحد من فوق واحد من تحت يجوا وقبض جنود احمس قبضوا على جواسيس كان بيتم الاتفاق بينهم. طبعا احمس قبض عليهم وعرف هذه المؤامره واستنى لغايه لما قضى على الهكسوس. قعد يجري ورا الهكسوس ثلاث سنين متكامله لغايه لما قضى عليهم نهائيا عند حصن شاروهين بفلسطين. بعد ما خلص الهكسوس بدا اول حاجه فكر فيها يامن حدود مصر الجنوبيه من النوبه ويأدب النوبيين على تعاونهم مع ملوك الهكسوس. يبقى دي نقطة ملوك النوبة لما حبوا يتحالفوا مع الهكسوس. عشان كده بمجرد جلوس أحمس على فكرة أحمس طرد الهكسوس. احنا زي ما قال الدكتور خالد غريب والرسالة اللي نقشت وأجهزت في الفترة الأخيرة إن أحمس طرد الهكسوس ده هيصنف أحمس الكام؟ الثاني. لأنه كان ليه أخ ثاني قبله اسمه الملك أحمس وبالتالي خريطة من حمل اسم أحمس اتغيرت. بقى في أحمس الأول ثم أحمس طرد الهكسوس اللي هو ده أحمس الثاني وأحمس وأمازيس احمس بقى الثالث اللي هو احمس الثاني بتاع الاسره 26 بقى الثالث. وبالتالي في ثلاثه احمس اثنين في الاسره نهايه الاسره 17 واول ال 18 احمس ثم احمس الثالث. طيب الملك احمس بقى اول ما مسك فكر ان هو يأدب النوبيين عشان يتحالفوا وكمان يستغل مناجم الذهب ومحاجر الديوريت. اعاد تشييد الحصون هناك عند بهر. اول مره في عصر احمس يظهر لقب
وهيتطور بعد كده. اللقب كان اسمه ايه؟ نائب الملك في كوش. خلاص اعتبر ان المنطقه دي بتاعته ويحط واحد من عنده او من هناك بس اسمه ايه؟ نائب الملك المصري في كوش. اللقب ده اتطور واصبح بعد كده ابن الملك في كوش. انا لما اتكلم على هتكلم بعد كده سريع على تطور العلاقه بيننا وبين بلاد النوبه منذ الاسره الاولى وصولا بالدوله الاسره السادسه، دوله وسطى، الدوله الحديثه، لغايه لما نصل للاسره 25 عشان دي لينا وقفه كبيره فيها. وظيفه امر احمس بن شهل ليكون له ممثل هناك مسؤول عن الاقليم وحمايته وبلاغ الملك المصري باي حاجه تحدث في اقليم النوبه. تراكمس الثالث قلنا ان الراجل ده اللي بيطلقوا عليه طبعا بحاجه كده فاني قوي غير مقبوله عندنا اللي هو نابليون الشرق، طبعا التسميه دي خاطئه والمفروض ما نقولهاش، ان هو مد الامبراطوريه المصريه بمسافه 3200 كيلومتر من نباته في الجنوب لحاجات الفرات في الشمال، كل دي اسمها ايه؟ اسمها مصر. فتعتمس الثالث كان مسيطر على النوبه، وصل لنفوذه في نباته في الجنوب. الاسره 21 و22 هستأذن لو ممكن نفتح النور بس كده خمس دقايق. خليك الأول. تمام تسلم. احنا حاجة كان الدكتور خالد غريب تناولها بالتفصيل وأنا مش هكرر الحاجات اللي تناولها دكتور خالد، بس هو تناول العصر المتأخر من ناحية القراءات والكتابات اللي موجوده في الكتب المقدسه تحديدا التوراه. ايه اللي ذكر عن فتره العصر المتاخر في التوراه؟ انا هقولها من الناحيه التاريخيه ماليش دعوه بالدين. ان الاسره 20 اخر الملوك المحترمين، اخر الملوك العظام كما اطلقنا عليهم كان رمسيس الثالث. رغم ان الاسره 20 امتدت لغايه رمسيس ال11، لكن اخر الرجال المحترمين، اخر الفراعنه العظام، اخر البنائين اللي هو عمل معبد هابو كان الملك رمسيس الكام الثاني. انتهت الاسره 20، دخلنا في الاسره 21. الحاجه الغريبه انا هقول كلمه ثلاث دقائق بالظبط اتكلم في دي عشان اخش على مقدمه الاسره 25 عشان دي مهمه قوي عندنا في التاريخ. الاسره 21 عندنا اسرتين حاكمتين، اسره في طيبه واسره في تانيس صان الحجر حسنية شرقية، أسرتين حاكمين في نفس الوقت. دي سميناها العاصمة الدينية، الكلام ده هيفرق معايا عشان أتكلم عنه بيه. العاصمة الدينية ودي العاصمة السياسية. دي أسسها واحد اسمه سمندس ودي أسسها واحد اسمه كان كبير كهنة. ده هيخلف ابنه اسمه بعنخ وسمندس هجيب بسو سنس لو. ادي الأسرة 21 عندنا أسرتين، طيبة في الجنوب وتانيس في الشمال، ملك بيدعي ان هو ملك الشمال وكبير كهنة الإله آمون في الجنوب. بس في حاجة غريبة قوي، رفض ملوك طيبة رفضوا ياخدوا اسم ملك، لأن في الفترة دي كلمة كبير كهنة الإله آمون في طيبة أقوى من ان هو يبقى ملك. مانيتون وهو بيتكلم على الأسرة 21 اعتبر إن مانيتون وهو بيتكلم على الأسرة 21 اعتبر إن الأسرة التانيسية أو العاصمة السياسية والأسرة التمام هي أسرة إيه؟ هي عاصمة الشمال، واعتبر إن دي عاصمة دينية وكهنة بيدعوا الملك. يبقى لما يكون في عاصمتين دي الأساس، هم يقولوا إن هو الأساس، لكن مانيتون اعتبر العاصمة بتاعت الأسرة 21 كانت تانيس. فضل الوضع كده، دول بيحكموا باسم الاله امون ودول بيحكموا البلد سياسيا. في نقطه جديده اول مره تحدث في التاريخ، ايه هي؟ ان البلد تبقى منقسمه قسمين ولكن كل قسم مرتضي بما هو فيه. قبل الملك نعرمر مؤسس الاسره الصفريه كان عندنا شمال وايه؟ وجنوب. الجنوب ما ارتضاش باللي هو فيه، ضرب اهل الشمال واحد ايه؟ القطرين. منتحوت بن بحب ترع كان ملك على الطيبه، ما ارتضاش ان هو يبقى ملك على الجنوب بس، طلع وضرب اهل اهناسيا واحد القطرين في الاسره ال11. احمس كان ملك مبجل هو واهله في طيبه، يعني قال انا ازاي اطلق على نفسي ان انا ملك على مصر وهناك ملك الهكسوسي اخر يحكم في الشمال، طلع وضرب اهل الشمال اللي هم الهكسوس واحد الايه؟ القطرين.
اول مره نجد ان البلد مقسومه ايه نصين وكل واحد مرتضي باللي هو فيه. دول ماسكين الجانب الكهنوتي كبير كهنه الهرع سوري امون، ودول ماسكين العاصمه الدينيه. انتهت الاسره 21 على هذا المنوال. جت الاسره الليبيه مؤسسه هنا شاشانغ. الاسره الليبيه في نهاية الأسرة 21 ملوك تانيس مش سهلين، دول شايفين ان دول ليهم سطوة على الأقل سطوة دينية، ودول ماسكين العاصمة السياسية. في نهاية الأسرة 21 لقينا فيه تصاهر، وده اللي حصل في 22. أول ما جه الملك شاشانغ وابنه تكلوت وأسركون ما ارتضوش ان هم يقعدوا في تانيس كملوك العاصمة السياسية. الملك هنا جوز ابنه لبنت ملك او بنت كبير كهنة امون عشان يضمن ان هو يبقى قاعد فين مسيطر على تانيس، وابنه اللي متجوز بنت هناك. وهنا وفي نهاية الاسرة 22 لما حست الاسرة، الحتة دي اهم حتة في الموضوع مش راح ده كله عشان الحتة اللي جاية، لما حست الاسرة الدينية العاصمة الدينية الاسرة الكهنوتية بتوع امون ان ملوك الشمال مسيطرين وحتى طيبه حاطين عينيها عليهم، بدا حكام طيبه اللي هم كبار كانت لها امون قال لك ملناش عيش في البلد دي، وابتدوا مجموعه مجموعه ينسحبوا خلاص. بصوا لقوا ان بتوع تانيس مسيطرين على الشمال وفي نفس الوقت حاطين عينيهم على ايه على الجنوب، وبالتصاهر ابتدوا يحطوا مناخيرهم في العاصمه الدينيه. ابتدوا يهربوا كل الملوك اللي هم كبار كهنة الله أمور في طيبة سابوا طيبة وراحوا فين النوبة. ده نهاية الأسرة 22. قعدوا في النوبة 300 سنة، حولوا النوبة إلى قطعة من طيبة تحت راية الإله أمون، واتعملت المعابد لامون، واصبحت هناك مملكه قويه لامون في نباته في الجنوب. يبقى 21 عاصمتين، 22 عاصمتين، نهايه ال 22 او بدايتها من بدايتها ابتدوا يجمع الاسره 22 في تانيس في طيبه. كهنه طيبه وكبار كهنه امون سابوا طيبه خالص واتجهوا لفين؟ للنوبه. في مصر ايه اللي حصل؟ اسره 23 عدت، أسرة 24 وعدت. في بداية الأسرة خلاص في نهاية الأسرة 24 وملك اسمه تيفناخ تحديدا في نهاية ال 24 بعد مرور 300 سنة مملكة النوبة طمعت وعشمت إن هي ترجع فين؟ ترجع طيبة تاني. اشتاقوا إلى مصر مرة أخرى. الناس اللي طلعت في نهاية ال 22 فكروا كانت مملكة كبيرة هناك، كان المؤسس بتاعها كان اسمه كاشتر، هو اللي أسس مملكة النوبة في نباتة. بس كاشتا ده ما طلعش، هو مات وحمل اللواء الكفاح من بعده ابنه بعنخ. خلي بالك يا نور، بعنخ ده غير معنخ ده، عشان ده بعنخ ابن حرحور في الاسره 21، لكن ده بعنخ في الاسره ده في 25 بعنخ قاد الحرب المقدسه لاستعاده الطيبه. لا 25 قعدوا هناك فتره حوالي 300 سنه، عملوا مملكه كبيره في النوبه. كان مصر ساعتها فيها 23 ومصر فيها 24 مع بدايه الاسره 25 في ايام كاشتا اللي هو مؤسس الاسره الكبير او اول اسم يظهر عندنا. جه ابنه بعنخي في لوحه كبيره مشهوره جدا في اثار العصر المتاخر، واحنا داخلين المتحف المصري بدل ما نمشي مع عقارب الساعه دوله قديمه لا نمشي نخش يمين ثالث قاعه على ايدنا الشمال، لا سوري في الممر ده في لوحه كبيره اسمها لوحه بعنخي مكتوب عليه خرطوش كده باعنخ، عليها راجل كده ماشي وراه حصان. ده دخول بعنخي الاسره النوبيه الكوشيه زي ما قالوا مصر وسيطرتها على، دخلوا طيبه حاملين ورافعين لواء امون عشان كده واستقبلوا احسن استقبال. دول مش غزاه، دول اجدادنا بتوع طيبه اللي راحوا كانوا قاعدين مهاجرين بره وجم دلوقتي، استقبلوا كويس. بعد ما اخذوا طيبه طلعوا الى الاشمونين
وفي بلاد كتيره قوي او مناطق كبيره كان فيهم قطاعات كتيره اعلنت استسلامها واعلنت خضوعها لبعانخي. اول ما رجع بعانخي الى بلاد النوبه بعد ما فتح مصر عشان يبشرهم ان هو فتح مصر وخلاص، بعض الاماكن خرجت عن طوعه، ولكن بعد كده هنعرف ان هيجي الغزو الاشوري وهيجي ابن اخو بعانخي الملك طهرقة وهيجي وهيبقى بعد كده في نهايه الاسره 25 للاسره النوبيه دور كبير في مصر. يبقى دي الاسره 25 وازاي جت مصر بعد ما طلعت من مصر في نهايه الاسره 22 وجم عملوا الاسره كامله محسوب علينا في تاريخ الاسره النوبيه او الكوشيه الاسره 25. وبتنتهي الاسره 25 بعد طهرقة وابنه طانوت امون بيسيبوا البلد للاشوريين لغايه لما يجي نهايه الاسره دي. كان هيجي ملك قوي اسمه امسمتيك الاول، هيجي هيقضي خلاص على النفوذ النوبي في مصر وهيطرد الاشوريين وهيبدا عصر جديد اللي هو العصر 26. انا بسميه كلمه معينه او يعني تعليق كده معين بسمي الاسره 26 عن طلبه حتى حافظين الكلمه دي الشمعه. دايما اقول لهم ايه الشمعه؟ يقولوا 26 الشمعه المضيئه في وسط الظلام اللي انا شايفه من 21 ل 30 ما بين اسره 21 حتى يعني الاسره المصريه بس يعني منهاره والبلد متقسمه، 22 ليبيا، 23 و24 تفكك، 25 كوشيه، بدايه من 27 وقنبيز ودار الفرس. فانا بعتبر الاسره 26 العصر الصاوي، عصر النهضه، عصر الاحياء القديم، الفتره دي لوحدها هي الحته الحاجه المضيئه او الشمعه المضيئه في وسط الظلام. ايه اللي حصل فيها يا دكتور؟ أول إعادة لإنتاج فن، عملنا تماثيل زي اللي تحاكي الدولة القديمة والوسطى، قبل كده ما كانش في الكلام ده كله. تمثال خوف الصغير 7 سم ونص، ده لا ينسب للأسرة الرابعة، ده مش عارف من مش عارف ده كان عبارة عن زي تميمة اتعملت في عصر 26 وجدت في معبد اسمه معبد الإله خنت إيمنتيو في حتة اسمها كوم السلطان في أبيدوس. كوم السلطان في ابيدوس خنت ايمنتيو، تمثال صغير 7 سم ونص من العجل اللي احنا كنا كلنا بنشوفه. وفي حاجات يعني طبعا دي مسار يعني خلاف كبير، هل هو من الاسره الرابعه ولا 26؟ كنا قاعدين مع دكتوره قويه جدا وانسانه يعني شاطره قوي، دكتوره نيفين من اثار القاهره، ويمكن دكتوره مها حضرت لها محاضره في النقابه العامه، تخصصها تاريخ التماثيل. تخصصها الدقيق تاريخ التماثيل، لما بنيجي نلاقي تمثال لا عليه خراطيش ولا كتابات ولا نقوش ولا حاجه، خدي قول لنا التمثال ده بتاع مين. وتعرف لا هي يعني حاجه جامده قوي في الحته دي تخصصها، بدليل ان التمثال الكبير اللي موجود في المتحف المصري اللي موجود في الحديقه المتحفيه قدام تابوت اوجست ماريت لا يمثل بسمتيك بصله. هو اول تصريح طلع ان ده رمسيس الثاني، كان تصريح كده سريع بعد اكتشافه بيومين ثلاثه، بعد اسبوع طلعوا قالوا ان ده الملك رسمتيك الاول اس 26. هي اجزمت وانا ماشي مقتنع من المحاضره اللي حضرت معاها ان ده خلاص ده الملك، وجايبين لنا تمثال كربونه منه بنفس الصدر كده كل المناظر بالودن بالنمس الملك سنوسرت الاول اسره 12. وبما انه موجود في المطريه فده كمان يعني ادعى ان احنا ناكد ان ده بتاع خلاص، يعني انا بقول للطلبه بتاعي ده سنوسرت، ماليش دعوه باداره المتحف كانت بقى بسماتيك او لسه. وقالت ان احنا في ابحاث شغاله عليه لغايه لما يصاغ الموضوع في صوره رسميه ونطلع على الناس نقول لهم ديه بتاع الملك سنوسرت وملامح فن الدوله الوسطى. الاسره 26 عصر النهضه. بسماتيك عمل حاجات كثيره جدا، واهم حاجه ان احنا بنعتبر ان هو اعاده انشاء التماثيل، عمل التماثيل والفن اللي رجوع بيه للدوله القديمه والوسطى، فده بنسميه عصر النهضه او عصر الصحوه. خلصنا من نائب الملك كوكوش، نتكلم على سريعا بقى عن الهه والهات المعبد او المعابد بتاعت النوبه. عندنا طبعا اله امون من زمان، بما ان امون في طيبه وقرب طيبه من النوبه كان امون اله عظيم. حته كده عن امون عشان لما نربطه مع الدوله او العصر المتاخر نبقى عارفين امون ظهوره. ظهر الاله امون امتى؟ ظهر في الدولة الوسطى امتى؟ أسرة 12. يعني دايما الكلام العابر كده دايما أقول للطلبة، دايما الطلبة يقول لي إيه؟ ظهر في الدولة الوسطى، أقول له امتى في الدولة الوسطى؟ الدولة الوسطى فيها أسرتين 11 إله الدولة الرئيسي في الأسرة ال 11 كان مونتو. مونتو إله الحرب، إله أرمان، مونتو يونيتو سنيت سانوس أرمان، بدليل إن كل ملوك الأسرة ال 11 اسمهم مونتو حطب، مونتو حطب الأول الثاني والثالث والرابع. الأسرة ال 12 بداية ظهور آمون.
وبقى جزء من اسماء الملوك. امن ام امن امحار امون في المقدمه. امن بدايته في الاسره القيصر والاسره. طيب دي بدايته. امتى اشتهر؟ اشتهر قوي في نهايه الاسره 17 وبدايه الاسره 18 لما جم احمس وملوك الملوك المصريين اعتبروا ان امون هو اللي قاد حربهم المقدسه. ظهر امون واصبح عليها الدوله الرسمي في العصر الاسره الحديثه في الاسره 25 لما كهنه امون راحوا طبعا رافعين رايه امون فامون اشتهر. رمسيس الثاني كان علاقته بامون قويه قوي فعشان كده معابد كتير من اللي عملها رمسيس الثاني كانت مخصصه لمين؟ لامون. راح ورختي برضو من الالهه اللي ظهرت في النوبه وكثير من المعابد اللي عملها رمسيس تحديدا مكرسه لعباده راح ورختي اله بتاح وسالوسو. هنشوف سواليس كتير وجايب شويه صور حلوين النهارده. بتاح وسخمت ونفرتومس سالوس مام بتاح وسخمت ونفرتوم في مناظر كتيره. رمسيس الثاني شايل نفرتوم وحاطط بتاح وسخمت وهو باعتبار ان هو الابن لكل من بتاح وسخمت. الاله مندوليس الصوره النوبيه لحورس بيمثل على هيئه طائر براس انسانيه زي طائر الباب بالظبط. عبد في كلبشه يشبه طائر الباب طائر براس ايه؟ انسان. الاله رمسيس الثاني والناس ما بيعجبهاش الكلمه دي فكتبت بين قوسين ايه؟ الملك رمسيس الثاني المؤله باعتبار ان هو حط نفسه مع الالهه في قدس الاقداس في معبد ابو سمبل الكبير اللي هو الشمس بتتعمد على وشه مرتين في السنه. الكلام ده قال مين اللي سبقه في الكلام ده؟ بابا سيت الاول. لما يخش معبد الملك سيت الاول في سبع مقاصير اوزوريس وايزيس وحورس امون ورع وامون وبتاح وراح ورختي والمقصوره السبعه بتاعه الملك سيتي المؤله عامل نفسه. فلما جه ابن رمسيس الثاني برضه في معبد ابو سمبل حاطط نفسه وسط ايه؟ وسط ثلاث الهه باعتبار ان ده رمسيس المؤله. الاله رمسيس الثاني. اي طبعا طبعا قول ده في الاسره 26 اعتبروه ابن البتاح. ده اتاله يعني ابن البتاح يبقى اله برضه بس اتاله في العصر البطلمي لما شبهوه باسكليبيوس اله الطب وال ما في ناس تقول لك لا بلاش الاله رمسيس الثاني خلاص بلاش مزعلكم الاله رمسيس الثاني يبقى الملك رمسيس الثاني المؤله اللي عمل نفسه اله وحط نفسه جوه قدس الاقداس. الاله خنوم وسالوس الليفانتين خنوم وصفدوا عينكم احد اندر السواليس او من السواليس القليله اللي فيها زوج وزوجتين اي سالوس اوزوريس وايزيس وحورس بتاح سخمه نفرتوم امون موت خنسو لكن ده خنوم وساطط وعنقه. طب ليه السالوس ده فيه زوجتين؟ ده كان تصريح دكتور عبد الحليم الله يرحمه كنت قاعد معاه بقول له انا عايز اعرف اشمعنى السالوس ده. قال لي التفسير الوحيد اللي مقبول من الناس ان خنوم ده كان اله الشلال ولا الفيضان وقاعد في منطقه الليفانتين في جنوب مصر. لو قارنا الوجه بتاع ساطت وجهها مصري وشكلها ملامحها مصريه. عنقت شكلها نوبيه شكلها غريب وفي ريشه كام ريشه كده على راسها من حاجه مش مالوفه عندنا. فراح كان اقتراح دكتور عبد الحليم او الناس العلماء قالوا ان هو كان على الحدود ليه زوجه مصريه من الحدود المصريه اللي هي لها مين؟ ساطت وكان ليه زوجه ايه؟ نوبيه من النوبه اللي هي عنقت. فعشان كده بما ان النوبه السفلى بتمتد من الليفانتين وطالع لغايه وادي حلفه فكان طبيعي ان احد الهه النوبه اللي يقرس لها الكثير من المعابد اللي عملت كان لخنوم وساطط وعنده. طبعا همر عليه بسرعه بقى قوي الحضارات احنا قلناها من نباته او من كوش لنباته وبعد نباته العصر المروي وبعد كده العصر المسيحي وبعد كده العصر الاسلامي. التواريخ دي مهمه قوي من 363 قبل الميلاد لغايه 300 قبل الميلاد دي كانت نباته. طب مين اسس نباته دي؟ قيل ان تحتمس الثالث هو اول واحد اسس البلده دي او حط نفوذه هناك وعمل بلده صغيره عشان تبقى مقر ليه ولنفوذ مصر في القرن ال 15 قبل الميلاد بعد غزو النوبه واعتبر ان دي حدود مصر الجنوبيه. استعادوا بعد كده النوبيين بعد ما كانت دي هو اللي عملها بتاعت مصر النوبيين استعادوا السيطره عليها بقت رايحه جايه الحته دي كلها واسسوا مملكه كوش او كاش كما ذكرت في النصوص ومركزها نباته. انتقل بعد كده الى مروي. يهمني التاريخ ده قوي ده الانتقال من نباته الى مروي سنه 300 قبل الميلاد بعد الاسره 25 المحل في مملكه نباته وظلت بعد كده الاسره للعصر المروي 700 سنه. العصر المروي في النوبه كان ايام اليونان والرومان في مصر عشان لما اجي اقول المعابد دي عملها الملك النوبي
كذا في عصر الملك بطلميوس الرابع، لما كان بطلميوس الرابع عندنا في مصر، والملك دية احد ملوك مملكة مروي في النوم. لم تكن الحضارة المروية حضارة بسيطة، لا دي جاية حضارة قوية، جت بعد فترة، لان نهاية اي دولة او اي حضارة بتبقى ضعيفة، فالحضارة النباتة في اخرها كانت قليلة قوي، فدي ما جاتش كده ولدت الصدفة، بالعكس دي بدأت قوية جدا بعد فترة كبيرة من الركود بالنسبة لمملكة نباتة. الحته دي مهمه قوي. تاني اهم ما ال 700 سنه اللي كانت في العصر المروي، اهم حاجه فيها ظهور الحكم النسائي. الحكم النسائي كان عندهم عصر المروي ده كانت 660 ملك، في 20 ملكه حكمت في الفتره او حضاره مروي. هاجب النوبه مملكه الحبشه، ملك الحبشه، مملكه الحبشه المسيحيه جت وانتصرت على ايه، على النوبه، ومسكوا الاصنام بتاعتها والقوها في النيل، وقضوا على حضارة مروي ومملكة مروي، ودخلنا في النوبة المسيحية اللي هتقعد فترة كبيرة. وفي الفترة دي حولوا 90% من معابد النوبة إلى كنائس وهياكل، ولقينا نصوص ولقينا صور ولقينا صلبان وحاجات كده كتيرة. ثم في الآخر النوبة في العصر الإسلامي. دي خريطة كده لآثار النوبة، تبدأ من أسوان وفيلة سد العالي خزان دابوت قرطاسي طافة، هتكلم على كله بس سريعا بقى. بيت الوالي، كلبشة، دندور، جرف حسين، الدكة، المحرقة، وادي السبوع أو السبوع بس هما اللي بيطلق عليه وادي، عمدة، الدر، الليسيه، عنيبة، أبو سمبل كبير وصغير، كل الكلام ده هنقوله بس إيه سرد سريع يعني. حد زار أي حاجة من المعابد دي غير أبو سمبل كبير وصغير، كلبشة، عمدة والسبوع؟ ايه اللي اتزار تاني؟ زرت تزاروا؟ زرتهم؟ طب تمام. الكروزر اللي ورا السد. عشان انا جايب النهارده شويه مناظر حلوه قوي هتكلم فيها على معبد كلبشه. طبعا اسم كلبشه ده اسم القريه اللي موجوده هناك 56 كيلو جنوب خزان اسوان، كان اسمها تلمس او تلميس في العصر اليوناني. اقدم اثار المنطقه على فكره، مش عايز يعني ثلاث ارباع المناطق دي يرجع اصولها الى عصر الدوله الحديثه اسره 18 تقريبا، يعني في حاجات كتيره اصول المعبد ايه اسره 18 دوله حديثه. المعبد الرئيسي شيد في عصر الامبراطور اغسطس اللي هو كان موجود ساعتها العصر المروي في بلاد النوبه، وكرس الله النوبي مندوليس اللي احنا قلنا ده الشكل النوبي لله حورس. وهناك بعض الشواهد ترجع بالاصل اصل المعبد اسره 18 والعصر البطلمي قبل ما يجي الامبراطور اغسطس في العصر الروماني. الاسماء اللي ذكرت او وجدناها، ومعبد كلبشه من المعابد الجميله اللي بتتزار دلوقتي، كاليجولا، الامبراطور كاليجولا والامبراطور تراجان، دي احد المعابد اللي اتفككت واتنقلت، ودي من اكبر المعابد الصخريه الجميله المشاهده في النوبه السفلى اللي هي قريبه من فين؟ قريبه من مصر على طول، غير النوبه العليا. الكلمه دي تهمني قوي، اكمل المعابد النوبه من حيث العناصر المعماريه، وفيها المرسى اللي كان الناس بتوصل لغايه عنده، المرفأ ده موجود هناك لغايه دلوقتي موجود. فدي من اكمل المعابد اللي موجوده زي ما هي وبتتزار دلوقتي معبد كلبشه. المعبد فيه نصوص مصريه قديمه اخرى مسيحيه عندما تحول المعبد الى كنيسه في عصر النوبه المسيحيه. طبعا يعني الحاجات دي شفناها كتير قوي في معبد فيله لما بنروح ونلاقي الصلبان على الجدران، ويعني موضوع في واحد زميلنا يعني بيعمل رساله هيجمع فيها حاجات حلوه قوي، كل الحاجات القبطيه التي ذكرت على الحضاره المصريه بس باستفاضه بقى، بدايه من في مقابر موجوده في بني حسن وتل العمارنه وادي الملوك، الحاجات اللي موجوده في النوبه كلها وفي كل معبد الاقصر ايا كانت بقى، كانت كنيسه ولا الجدال اللي حاصل في النيشه اللي موجوده في معبد الاقصر، ايا كان دي عباره عن ايه، مناظر مسيحيه ولا غير مسيحيه، هل دي كنيسه موجوده جوه معبد الاقصر. حضرنا محاضره قويه وقلنا ان الكلام ده اتغير دلوقتي، ما بقتش كنيسه، مناظر كده حاجات تاني. اه
فانا يعني بقول الرساله دي فيها كل ما يخص الحل العصر القبطي او الحضاره القبطيه اللي ذكرت على الحضاره المصريه، مناظر، صلبان، ايقونات، كل ما ذكر في رساله مجمعه. المعبد اتكرس لعده الهه، لما نروح كلبشه ونشوف المناظر، امون رع، خنوم، وميل، وبتاح، وسلوسه، والسلوس العام اوزوريس وازيس وحورس. معبد بيت الوالي احد المعابد الجميله جدا لرمسيس الثاني، ورحناها وزرناها، وقريب قوي من اسوان، 55 كيلومتر جنوب اسوان، شمال غرب كلبشه، اقدم معبد عمله رمسيس الثاني، من اول المعابد السته اللي عملها رمسيس الثاني في حياته في بلاد النوبه، مكرس لخنوم وامون وعنقد. عنقد دي الزوجه الايه؟ الزوجه الثانيه النوبيه لامون في سالوس الفانتين. المعبد بسيط في تخطيطه، فناء امامي مكشوف، صاله منحوته وقدس اقداس. قلنا يعني 80% من المعابد بتبقى منحوته في الصخر، وجزء منها ايه؟ خارجي، هو الوحيد بس اللي مبني. جدران المعبد مليانه مناظر ونصوص، طبعا كلها اهم غزوات رمسيس، معركه قادش الشهيره، حروب الليبيين والنوبيين والاسيويين، رمسيس جوه عجله حربيه. المعبد ده قلنا عليه تم فكه بالكامل واعاده تركيبه جنب معبد كلبشه، واستخدم برضه كايه؟ ككنيسه في العصر الليبي. ليه تسمى بيت الوالي؟ ها؟ لا لا، ده قرية كلبشة هي اللي تسمى كلبشة. حد عنده معلومة؟ اتفضل. هو شبه بس قام واستقرار نفس الرأي برضه، بس على الفترة النوبية القديمة المعاصرة الفترة الفرعونية، وكان في بيت للحاكم، الحاكم الاثنين اللي هو الشعب الجنوبي أو الشمالي بتاع النوبة، إذا كان نباتا أو تاني، بس بيته كان قريب جدا من المعبد ده. فعشان كده المدفع السكني كله أو المجمع اللي هو البنائي كله المعبد بيت الوالي. ده كان رأيين يعني من زمان. في معبد تاني اسمه معبد قرطاسي. المعبد ده فيه معبد صغير وفي حصن روماني ومحجر. الاحجار بتاعته استخدمت في بناء معبد فيلة. معبد فيلة طبعا احنا عارفين برضو كنوع من التذكره، احنا عندنا متى ذكر معبد فيلة؟ ذكرت ثلاث جزر مهمين قوي. الجزيرة اللي على أساسها اختار البطالمة الموقع ده عشان يبنوا فيه المعبد، جزيرة بيجا. بيجا قيل إن في النمذ الأسطورة بتاعة أوزوريس، قيل إن قدم أوزوريس مدفونة في بيجا هنا. فلما يجوا البطالمة يختاروا مكان يعملوا فيه معبد لإزيس، مش هيلاقوا أحسن من المكان جنب الجزيرة اللي مدفون فيها جزء من أجزاء جزء اللي هو رجله، فعملوا المعبد على جزيرة فيلة. يبقى دي بيجا ودي فيلة. فضل المعبد موجود كده آلاف السنين. عند إنشاء السد العالي تم نقل المعبد من هنا لهنا، من جزيرة فيلة اللي عليها المعبد إلى جزيرة أعلى اسمها جزيرة أجيليكا عندنا في أسوان. بيجا وفيلة وأجيليكا دول الثلاث جزر اللي يعني يفردوا عند كلامنا عن معبد فيلة. معبد دابول ده اتعمل في عهد الملك النوبي اسمه اجغر امون، ده في اوائل العصر البطلمي. ده احد ملوك العصر المروي لما كان العصر المروي شغال في مصر والعصر البطلمي موجود في مصر. جرت له اضافات في العصرين اليوناني والروماني. كل المعابد هناك ليها تقريبا ستايل واحد. انا جايب النهارده معبد الدر هتكلم عليه بالتفصيل، وجايب له شويه مناظر وشرحينها، حاجه روعه جميله جدا. بس الحاجه الجميله ان المعبد جايب تخطيط لمعبد ابو سمبل الكبير مثلا، وتخطيط لمعبد الدر، وهنشوف قد ايه المعابد كلها كانت عباره عن يا اما نظام صرح اختفى مش موجود مثلا دلوقتي، ووراه صاله اماميه، ثم صاله اعمده ثانيه، ثم صالات سابقه لقدس الاقداس، صاله او صالتين، ثم قدس الاقداس، وعلى اليمين وعلى الشمال في حجرات
جانبيه ملحقه. ثلاث بوابات وفناء مفتوح ولدهتين ثم قدس الاقداس، ودايما كان قدس الاقداس فيه ناووس من حجر الجرانيت الوردي، ممكن يبقى فيه تمثال الاله المكرس للمر. الحاجه بقى اللي تحزن كثير من الناس، واعتقد ان صغار المرشدين الطلبه اللي لسه متخرجين من سنه واثنين ما يعرفوش الكلام ده، تقديرا من مصر، خلي بالك الكلمه دي هتتكرر ثلاث اربع مرات معانا دلوقتي، وتقديرا من مصر لدور اسبانيا في انقاذ اثار النوبه، فقد اهدي لها هذا المعبد الذي يقوم الان في قلب العاصمه الاسبانيه مدريد. لا ده مش بلاش الكلمه دي لان لسه هتتعبي نفسيا، اللي في لايدن واللي في المتروبوليتان. ها؟ متحف طافه او طافه، بص بص، ويعرض حاليا في متحف الاثار بمدينه لايدن في هولندا. طبعا المعبد ده طافه، دي طافه او تفيس في اليونانيه، 48 كيلو متر جنوب اسوان، في معبدين كانوا في طافه، فكت احجار احدهما في القرن الماضي والتاني لسه مغمور بالميه. المعبد صغير، صرح صرح وصاله وقدس اقداس، حتى المعابد يسهل فكها وايه؟ ونقلها يورخ المع دي معابد صغيره يعني، حتى الناس كانت بيقول لك ده لا ترقى الى ان يكون معبد، وممكن نقول عليه ايه مقصوره مثلا او عده مقاصير. ويورخ المعبد بالعصرين اليوناني والروماني، اهدي لهولندا تقديرا لجهدها في انقاذ اثار النوبه، موجود الان في ليدن. معبد دندور، شوفي بس اخر كلمه في غاد عيلة وبنائه في متحف المتروبوليتان في نيويورك. طبعا المعبد ده على بعد 80 كيلو من اسوان غرب النيل، دايما هنلاقي فيه المعابد موجوده في الشرق ومعابد موجوده فين؟ في الغرب. طبعا ده اتعمل في العصر المروي في العصر النوبي على يد الامبراطور اغسطس الامبراطور الروماني. كرس لبطلين شعبيين من النوبه، ضمت جدران المعبد الامبراطور بيتعبد لايزيس، ايزيس طبعا كان ليها دور كبير في بلاد النوبه وعبدت هناك، كما امتد دورها الى احنا زي ما الدكتور خالد دايما بيقول كانت سيدة بحر إيجا، وانتشرت في عدد كتيرة إيزيس وفروما نفسها وانتشرت. ومش عايز أقول لحضرتك إن سالوس ثيرابيس أو سالوس اسكندرية اللي عمله الملك بطلميوس الأول ودعا إلى عبادة مشتركة يلقى فيها المصريين واليونانيين، هما الاثنين يجدوا إن فيها علاقة مشتركة، سبب انتشار هذا السالوس في مصر وخارج مصر وجود إيزيس تحديدا كالعضو الثاني في السالوس، ثيرابيس وإيزيس وهيربوكراتيس أو هيرباغيل. يمثل المعبد في تخطيط المعابد المصريه القديمه كلها. اهم حاجه في نص ابتي يشير الى تحول المعبد لكنيسه، في نص ابتي بيؤكد ان الكنيسه المعبد ده تحول الى كنيسه في فتره من العصور، ولقينا عليها بعض الكتابات، انا شفت بعضها حروف ابتيه يؤكد النص ده ان هي الكنيسه المعبد ده تحول الى كنيسه في فتره الفراغ. اهدي المعبد للولايات المتحده تقديرا لدورها في انقاذ اثار النوبه واعيد بنائه في المتروبوليتان. ادي المعابد اللي الولايات المتحده تحديدا شاركت في انقاذها، معبد دندور، الليسي، المحرقه، الدكه، واجزاء من معبدي جرف حسين وابو عوده بتاع الملك حور محب اسره 18. جرف حسين ده احنا رحناه وزرناه، معبد جميل. يهمنا نعرف معلومات عن المعبد ده وكلمتين كده، لسبب اللي بيحضراتكم يخش منكم متحف النوبه، اول ما نخش متحف النوبه عندنا في اسوان في الهول الكبير وفي البركه بتاعه المتحف لو اعتبرناها بركه زي المتحف المصري، في تمثال كبير للملك رمسيس الثاني من اجمل وتماثيل جميل جدا، بنقول ان التمثال ده يمثل الملك رمسيس الثاني وجاي من معبده في جرف حسين. اتعمل في عصر الملك رمسيس الثاني كرس عباده سالوس منف بتاع وسخ ميرفوف، وفي منظر كبير قوي قلنا رمسيس ممثل نفسه العضو الثالث في سالوس منف مكان نفرتوم كابن اللي بتاع وسخ مد. المعبد ده كان موجود في الصخر من اكبر معابد النوبه، يبقى في اول معبد اتعمل في فرق من اول معبد واكبر معبد وهكذا. جاء تخطيطه زي ما تخطيط ابو سمبل بالظبط، جدرانه عدد من الالهه المصريه عبدت في النوبه قلناها كلها، كان مغمور بالميه لفتره كبيره، في تمثال طالع من هذا المعبد معروض حاليا في المتحف النوبي باسوان. مجموعه المعابد الواقعه على بحيره السد اهو، معبد وادي السبوع، وهنعرف يا نهى ليه تسمى السبوع، علشان في مدخله في عباره عن زي طريق كده مليان زي طريق كباش مليان مجموعه من السبوع، عشان كده عرف اسم ايه؟ معبد وادي السبوع. الدكه المحرقه، عمده، الدر، الليسي، مقبره عنيبه.
السبوع عرف بهذا الاسم اعتبار ضمنه على جانبي المدخل بتاعه على مدخل مجموعه كده كبيره من التماثيل على هيئه ابو الهول، جسم اسد والراس راس انسان، اتعمل لامون وراح ورختي ورمسيس الثاني نفسه. المعبد اشهر الحاجات اللي فيه مناظر ونصوص خاصه برمسيس الثاني طبعا في حروبه وتقدماته وتقربه الى جميع الالهه المصريه المعروفه وخصوصا العجل في النوبه، بالاضافه الى ان في جزء منه مليان مناظر مسيحيه عندما تحول الى كنيسه واتنقل على بعد 4 كيلو، يعني ده ما بعدش قوي في حمله انقاذ النوبه او معابد النوبه، اتنقل بس بعيد عن 4 كيلو عن مكانه الاصلي ونفس المكان اللي اتنقلت عليه الدكه والمحرمه. نفس الملك اهو اللي عمل الملك النوبي اللي عمل معبد الدر هو دي عاصر بطليموس الثاني، ويعني بطليموس الثاني كان في مصر والملك النوبي عمل المعبد دي في العاصرين اليوناني والروماني عندنا في مصر. الاصول الاولى للمعبد ده دوله حديثه اسره 18 تحديدا، لقينا اسماء الخراطيش بتاعت حتشبسوت، تحتمس الثالث، سيت الاول، مريم بتاعه، يبقى من عصر الاسره 18 وعصر الاسره 19. برضه مناظر مسيحيه. المعبد ده معبد صغير نهايه العصر اليوناني، قاعه واحده محاطه من ثلاث جوانب باعمده ذات تيجان مركبه. دكتور ايه سبب الاسم؟ ايه هو؟ لا انا مش مجمع الاسماء كلها يا بتاع، يعني هو اهم حاجه السبوع ده بنقول عليه لان ده ليه تسميه زي ما قال مستر ياسر بالنسبه لبيت الوالي. اه ممكن هي كان يعني فيها مناطق اخذت اسم القريه اللي موجوده فيها زي كلاب شوكه. احداث معينه جرف حسين وكلابسه كان ليه اسماء القرى اللي موجوده فيها معبد عمده. المجموعه الثانيه معبد عمده والدر وعنيبه مهمين قوي، هنتكلم على عمده والدر شويه النهارده. عمدة ده 115 كيلو جنوب أسوان، شيدت في عهد الملكين تحتمس الثالث وولي عهده مين؟ أمنحتب الثاني، والملك تحتمس الرابع أضاف في هذا المعبد، اتكرس طبعا لعبادة آمون رع وراح ورختي، جه تحتمس الرابع للمعبد أضاف إليه، وإشارات إلى عصر الأسرة 19 سيتي الأول أضاف إلى هذا المعبد. يبقى ملوك ال 18 وال 19 المعبد ده مصري أصيل. من اول تحتمس الثالث ابنه امنحتب الثاني، تحتمس الرابع، واضافات لسيتي الاول. تقديرا للانجازات العسكريه اللي حققها خامس ملوك روسا ال 12 الملك سوسرت الثالث، انتصاره في بلاد النوبه، نال هذا الملك قدسيه في المعبد ده قلنا من قبل تحتمس الثالث. تحتمس الثالث بيحتفل بجده العظيم الملك سوسرت وبيقدره وبيقدره في هذا المعبد. خلاص زي معابد الدوله الحديثه بالظبط، هو النقوش بتاعته كانت من اعظم النقوش الموجوده في معابد النوبه معبد عمله. دي مقبرة الوحيدة عشان كده حتى قلنا نذكرها، مقبرة عنيبة، مقبرة صخرية تخص بنوت الذي كان من كبار موظفي رمسيس وهو اللي أوصى إن هو يدفن في النوبة. أوصى إن هو يدفن في النوبة، وتقول المقبرة من غرفة مستطيلة فيها قوة كده فيها ثلاث أو نيشة أو مقصورة صغيرة، ثلاث تماثيل مهشمة سجلت على جدران غرفة منازل بنوت في أوضاع تعبدية لكثير من الآلهة المصرية أخرى جنائزية، منهم محكمة أوزيريس وهو بيتحاكم في العالم الآخر وهو بيتمشى في حقول الإيارو. خلاص الراجل اتحاكم وقلبه طلع خفيف ودخل الجنة وبيتمشى جوه الجنة وبيعين حقول الإيارو أو خلينا في الدرس بعد كده خلينا على محطة الصور الجميلة بقى. الدر دي 208 جنوب اسوان جنب معبد عمده، نقر معبدها في الصخر في عهد رمسيس الثاني، قريب قوي شكله من معبد ابو سمبل، اتكرس نفس الالهه اللي كان موجود ليها معبد ابو سمبل بتاع وامون رع وراح ورختي، بالاضافه لرمسيس الثاني نفس الالهه اللي موجوده حتى في قدس اقداس الملك رمسيس الثاني في ابو سمبل الكبير. لا وجود او دليل لملوك لاحقين في المعبد ده، هو رمسيس الثاني فقط، ما فيش اي اشارات ولا اي خراطيش ولا اي حاجه تقول ان في ملك ثاني عمل معاه، حيث ان تاريخ المعبد بدا وانتهى بالملك رمسيس الثاني. ده من يعني من اظرف واجمل المعابد اللي هنوريكم المناظر معايا، مثلا بتاع 15 منظر هنشرحهم كده سريع، كلها مناظر رمسيس مع الالهه المصريه، بيقدم المعت لكذا وبيقدم البخور لكذا، اسمه موجود هنشوفه دلوقتي، كله خاص برمسيس الثاني، ما لقيناش اي اشاره لملك ثاني في المعبد. اختفى الصرح الاول والفناء الامامي كانوا صنعين من الطوب اللبن، اختفوا
اول حاجه عندنا باقي اعمده الصاله الاولى ثم الصاله الثانيه وقدس الايه الاقداس ده اللي متبقي في المعبد ده. وفي بعض غرفتين جانبيتين ما زال يمين وشمال قدس الاقداس هنشوفهم في البلان دلوقتي ده. المعبد فيه كلها حملات رمسيس على بلاد النوبه، مناظر عباده الالهه، فقدت اجزاء كثيره من المعبد وتعرض ما تبقى لتدمير شديد. بصوا المنظر بقى، ادي معبد الدرب. انا دي خريطه للمعبد طبعا كلنا عارفين، انا جايب حتى وراها برضه. ده ايه؟ ابو سمبل. وده نفس التخطيط، المدخل الاولاني رقم واحد اهو، ده المدخل اهو، بهو الاعمده الاول. ده عندنا صاله مماثله في معبد ابو سمبل، الصاله اللي فيها الاعمده الازريه للملك مستاني اللي فيها 8 اعمده ازريه، ثم الصاله الثانيه بهو الاعمده الثانيه اهو، ثم قدس الاقداس، ثم الحجرات الجانبيه او حجرتين جانبيتين. لو ركزنا في مع تخطيط معبد الدر مش هنلاقيه مختلف كتير عن معبد ابو سمبل. ادي المدخل بتاعه اهو اللي بقى فيه الاربع تماثيل الضخمه، ثم صاله الاعمده الاولى اللي فيها 8 اعمده ازريه للملك رمسيس الثاني، ثم الصاله اللي بعدها فيها اربع تماثيل، ثم الصاله السابقه لقدس الاقداس، ثم قدس الاقداس، وبعد كده الصالات الجانبيه او القاعات الجانبيه بتاعه المعبد. اهم المناظر اللي موجوده، انا قدرت اجيب مناظر كتيره من الدر كده. منظر ده تقديم القربان على احد اعمده البهو الاول. الملك اهو لابس احد التيجان المعروفه قوي، تاج الخبرش، تاج الحرب. وعلى فكره قعدنا نقول زمان تاج الخبرش ده تاج الحرب، تاج الحرب، لا هو تاج بيها حاجتين، احتفالات والحرب، يا اما في احتفال يا اما في وضع قدسي كده مع بعض الالهه، بالاضافه الى تاج الحرب، التاج الازرق. بيقدم الزهور الاله خنسو. طبعا الاله خنسو ده الابن الثالث او العضو في ثالوث طيبه، امون وموت وخنسو. العضو في الثالث في ثالوث طيبه، امون وموت وخنسو، اله القمر وحاسب المواقيت. طبعا ماسك مجموعه من الصولجنات زي الواس، الترمز الى السلطه، والعمود الجد، العمود الفقري بتاع اوزوريس، بيقدمه الى الملك الاله خنسو. منظر ثاني، ادي الملك اهو ماسك المعد، ماسك تمثال المعد نفسه اهو، تمثالات الحق والعدل، بيقدمه للمعبود خنوم، احد اشهر المعبودات اللي عبدت في النوبه. تاني اعمده البهو الاول الوحيده المتبقيه، او اول جزء متبقي من المعبد بعد ما الصرح انتهى وبدايه الصاله الاولانيه او الفناء الاول، احد الاعمده عليها الملك واقف. طبعا دي خرطوش الملك رمسيس الثاني، اوسر مع ترع ست بالرع، خرطوش الملك رمسيس الثاني، بيقدم بعض الصولجنات، ترمز السلطه، الواس والجد، الى الاله خنسو، اله القمر وحسن الوقيت، العضو الثالث في ثالوث طيبه. ادي منظر ثاني، الملك واقف بيقدم القرابين او القربان اللي هو علامه المعت، رمز الحق والعداله، للاله خنوم، اله الفانتين او رب الفانتين. المنظر ده حلو قوي، ادي الملك بين ايدين كل من الاله، رع حورختي والاله حورس والاله اتوم. انا عايز اقول حاجه هنا، الاله اتوم هو اللي بيقرب العنخ الى انف الملك رمسيس الثاني. ليا واقفه عند الاله ده لان الاله ده مهم قوي عندنا، والناس اللي بتشرح مناظر في المعابد هيفرق معاها ان تعرف المعلومه السؤال ده، انا عارف معظم حضراتكم عارفينها. عندي الهين فقط بيمثلوا في صوره بشريه لابسين تاج مزدوج، صوره بشريه والتاج تاج مزدوج. اي واحد يبص لهم كده يعترف ان ده ايه؟ ملك موحد القطين وتاج مزدوج. بنعرفه ان هو اله من فين؟ من الدقن الالهيه المعقوفه. عندي دعامه سنوسرت الاول اللي جايه من الكرنك اللي قدام الصاله او اللي موجود فيها العشر تماثيل بتوع سنوسرت اللي طالعين من خبيت الليشت. كلنا بنشوف العشر تماثيل في المتحف. وصادها في دعامه جميله جدا، عمود زي ده كده على الاربع اوجه زي ده بالظبط، على الاربع اوجه من سنوسرت الاول مع بعض الالهه. الطلبه اللي ببقى غضبان عليها بجيبها امتحنها عند العمود ده، اتنين واقفين قصاد بعض، فهمت فيها؟ اتنين واقفين قصاد بعض لابسين تاج مزدوج. باجي اقول للطالب فين الملك وفين الاله؟ طبعا يقول لي ده الدقن الملكيه المستقيمه وده الدقن الالهيه المعقوفه. لا هو ده الاله. قلت له خلاص ده الاله. طب الاله مين ده؟ لو ما بيعرفش لغه مصريه او مش هيقرا يقرا النص كده ويشوف كلمه تم
من فوق اللي هي بمعنى الكامل او التام اللي هو الاله اتوم ما بيعرفش. يقول لي انا عرفت ان ده اله من الدقن الاله المعقول، لكن اين هو الاله اللي لابس تاج مزدوج؟ مفيش غيره على فكره. في اله واله يمثلوا في صوره بشريه لابسين تاج مزدوج. الاله قلنا مين؟ اتوم. ده الاله اتوم اهو. دقن معقوفه بيقدم علامه العنق الى انف الملك رمسيس. تمام؟ مين ده بقى؟ ده الذكر اللي هو اتوم. مين الانثى؟ موت. موت. الالهه موت هي الوحيده في مجمع الالهه كلها اللي تظهر في صوره انسانيه لابسه التاج المزدوج. دي الالهه موت. يبقى عندنا الراجل اتوم والانثى مين؟ موت. الملك رمسيس برضو مع الاله خنسو اله القمر. ده الصوره دي برضو في بهو العامله الثاني. دي علامه الواس اهي اللي هي رمز السعاده والسلطان ده. الاله ده الاله مونتو. الاله مونتو يعني ده الملك رمسيس مع الاله مونتو في بهو العامله الثاني. برضو معرفتنا يا جماعه لمجمع الالهه كلها، مجمع الالهه المصريه القديمه بالذات المهم منها، طبعا احنا عارفين حاجات كتيره زي امون وموت وازيس وجميع اشكالها وحتحور وباط وخنوم وجحوتي كلتا الشكلين كان قرد او ابو منجل، بتاح بالشكل اللي هو المتعارف عليه. برضو في بعض الالهه بتتشابه مع بعض، ناس بتلخبط بالحورس وراح ورختي ومنتو. بمعرفتنا لمجمع الالهه دي بتفرق معانا كتير بالناس اللي بتحب تشرح مناظر في بعض المقابر. ادي الاله مونتو اله الحرب، ليه ثالوث مهم قوي في ارمن عندنا في الصعيد اسمه مونتو وايونيت وثنيت. مونتو وايونيت وثنيت ده ثالوث الحرب بتاع اله مونتو. الاله حورس والاله جحوتي، بس يمكن المظهر مش باين قوي، الاله حورس والاله جحوتي بيطهروا الملك. طبعا المنظر ده الالهه دي مهمه قوي عندي، مهمه قوي الناس تعرف مين الالهه دي. استشاره كتابه، لان كل الناس مش حضراتكم طبعا، انا بتكلم دايما عشان بتعامل مع طلبه صغيرين. مين يا ابني اله الكتابه؟ يقول لي جحوتي. اقول له لا، جحوتي اله زجاد اوف ويزدم، اله الحكمه والمعرفه، مش عشان قاعد في المحاكمه الاخيره بيسجل ما يحدث في المحاكمه الاخيره. فناس كثيره فاكره ده اله الكتابه. اله الكتابه اللي هي الالهه مين؟ اله سيشار. اله الكتابه عند المصري القديم بتهب الملك، بتهب الملك الخلود والحياه. اما هنا الملك واقف بيتطهر بين الهين مشهورين جدا في موضوع التطهير، حورس ومين؟ وجحوتي. الملك اهو الحمد لله راجل واحد اهو. ده يا راجل لابس تاج ايه؟ والدقن الإلهية معقوفة طبعا على طول. ده الإله آتوم. آدي العلامة بتاعته أهي. شيل سكة الحديد عامل كده بالظبط كده زي ما كنا بنقول هناك. اللي بيشوف الدعامة بتاعت سنوسرت اللي مش عارف اللي هذه، الملك خبر كراع سنوسرت الأول بيقدم القرابين أو واقف في حضرة آتوم. ولو طلع لفوق كده بس هيلاقي كتم اللي عارف أسماء الآلهة باللغة المصرية القديمة. ده رمسيس بيتلقى الحياة من الإله آتوم. هنا برضو منظر تاني للملك رمسيس الثاني لابس تاج الخبرش أهو مع الإله خنوم إله إليفانتين. ده الزورق المقدس يحمل ناموس الاله او ناموس الاله محمول على اكتاف الكهنه وخوف رمسيس بجلد الفهد كانه في هيئه ايه؟ الكاهن الاكبر. في حين نرى امام الموكب هو نفسه متكرر مرتين، مره هنا لابس جلد الفهد ومره ثاني هنا بيقدم القرابين او الزهور لايه؟ لموكب الاله. طبعا يهمنا برضو دي الاله مين؟ دي الاله سخمت العدو الثاني في ثالوث منف العظيم اللي كانت بتمثل في هيئه اللبؤه اللي هي زوجه الاسد. وده الاله جحوتي اهو. ده الملك رمسيس تحت الشجره المقدسه الايشت بين ايد سخمت وبتاح قصادها اهو لابس الرداء الحابك. لابس الرداء الحابك يبقى سخمت وبتاح وده رمسيس وده الاله مين؟ جحوتي. تهب له الالهه السولجنات ترمز الحياه اللي هو علامه العنق اهي. علامه العنق. عمود الجد برضو تحت الحياه اهي. عمود الجد اللي هو العمود الفقري بتاع اوزوريس رمز الثبات والاستقرار. وعلامه الواس اهي اللي باينه من فوق اهي.
والتلات عملات في بعض مسكهم بتاع واس وعنخ وجد وخلفه ناجي الله الجحوتي رب الحكمه والمعرفه يثبت اسمه للخلود، بيكتب اسمه كده على الشجره المقدسه عشان يثبت في بهو الاعمده الثاني برضو في معبد الدرب. الملك بيحرق بخور وبيصب ماء مقدس قدام الاله راح ورخ وحطهور وراه. المنظر ده بالذات شفنا المنظر ده يهمنا اللي هو بيحرق بخور وبيسكب ماء مقدس. حضرتكم مش حضرتكم كلكم بنروح مقصورة البقرة حطهور اللي في المتحف المصري. المقصورة بتاع البقرة حطهور آخر منظر موجود، الإله آمون قاعد على الكرسي وقدامه نفس المنظر. رمسيس الثاني سوري تحتمس الثالث ماسك بيحرق البخور وبيصب القربان المقدس كنوع من القرابين لله امون. هنا بس الله راح حرختي والله راح حرختي ده عباره عن ميكس الهين في بعض، هو مزيج ما بين الله وما بين حرختي او حورس الاخرى. ده مدخل من مداخل الحجرات الجانبيه اللي قلنا عليها على يمين وشمال قدس الاقداس، من فوق مجموعه من الارباب والالهه، يمكن هي مش باينين، دي مجموعه من الارباب والالهه موجوده فوق مدخل احد الحجرتين الجانبيتين اللي على يمين وشمال قدس الاقداس. الملك هو واقف بيقدم الايه؟ المعك قربان، وهنا الاله موت الاله امون بالتاج الريش بتاعه، والاله موت والاله خنس بيقدم كقربان الى مجمع الالهه او ثالوث العام في طيبة. المنظر ده على يمين ويسار الداخل الى قدس الاقداس. خلاص قربنا نخلص يا جماعه. على يمين ويسار الداخل الى قدس الاقداس في منظر للملك رمسيس الثاني على اليمين وعلى الشمال. هنا الملك بيعطر الاله، بيدي عطر الاله راح ورختي. المنظر ده من داخل قدس الاقداس بتاع المعبد. هنا الملك لابس، المنظر ده مهم قوي بس ليه صوره كبيره يهمني قوي. ده الملك لابس التاج الازرق الخبرش بيحرق البخور ويصب الماء، خلف الزورق منظر للملك. الملك ده رمسيس الثاني عامل تمثيل لاسمه، دي تاني مره نجد رمسيس عامل تمثيل لاسمه وفرصه نقول التمثيلين دول. هو اسمه ايه؟ أوسر ماعت رع. ادي أوسر وادي ماسك علامه الماعت في صوره ليها بعد دقيقه كبيره. ادي أوسر وادي علامه الماعت الريشه الحق والعداله. أوسر ماعت رع، أوسر ماعت رع ممثل اسمه في المنظر ده. نفس الكلام ده شفناه فين؟ التمثال بتاع حورون، تمثال رمسيس الثاني وهو طفل تحت حماية الله حورون الأسيوي، اللي هو صورة من صور حورس المصري. هو اسمه ايه؟ رع مسو. الرع فوق التمثال الولد الصغير الطفل الصغير، والمس الطفل الصغير اللي حاطط صباعه جوه بقه والضفيرة. رع مس وعلامة السو جانبية، رمز السو أو الحلفة أو نبات الحلفة أو رمز الجنوب. رع مسو أدي تمثيل لاسمه، وأدي التمثيل الثاني هنا ليه؟ أوسر وماعت ورع. التمثيل ده موجود تاني فين؟ فوق الكورنيشه بتاعة مدخل ابو سمبل برضو موجود اوسر وماعت وراع الاسم بتاع رمسيس الثاني. لا حضرتك ما كنتش منتبه معايا، ده اوسر ماعت راع اللي هي موجوده هنا وموجوده في ابو سمبل. في تمثال حورون اللي في المتحف المصري الكبير الصقر حورس اللي هو حورون الاسيوي، وتحتيه الطفل الطفل رمسيس الثاني. قلنا ده التمثيل الثاني لاسمه، علامه قرص الشمس رع، والمس اللي هو الطفل الصغير الوليد او المولود رع مس، وعلامه السوء في الجنب رع مس. نركز في الصوره دي يمكن الريزوليوشن بتاعها مش حلو قوي، نركز فيها بعد اذنكم. بقايا اربع تماثيل في قدس الاقداس بتاح وامون ورمسيس المؤله وراح ورختي. ده قدس اقداس ايه؟ الدر هو هو نفس المجامع يعني اهو. ده طبعا الصوره مش بقى، دي واحد اثنين ثلاثه اربع تماثيل، بقايا تماثيل قدس الاقداس
وتماثيل بتاح وامون ورمسيس الثاني المؤله وراحوره. اهو كده بتالي الصوره وضحت قوي. ادي رع وده الاوسر ودي المعد. شايفين عامله المعد الريشه ايه؟ ماسكها بالعرض عشان الناس تتخيل يعني. اوسر معد رع ستبن رع ده بقيت اسم الرمسيس الثاني. اوسر معد رع يعني قويه عداله رع ستبن رع المختار من الاله رع ده تجسيد لاسم الملك رمسيس الثاني. منظرين للملك بيقدم القرابين الى موت الى موت وخنس. القاعه اليسرى دي في القدس الاقدس طبعا هي يمكن المنظر مش باين قوي. ادي الملك اهو وادي الملك بيقدم القرابين هنا مره للاله موت ومره لخنس. ده الملك لابس التاج المزدوج في حضره الاله امون ذات التاج الريشه اسمه اهو اللي كان ممثلها من شويه. اوسر مع رع ستر الرع. منظر بيقدم الاطعمه فيه الملك وهو لابس تاج برضه الخبش تاج تاج الحرب والاحتفالات او بيقدم القرابين للاله بتاح. وادي الواس والعمد وعمود الجد. طبعا الكلام اللي بيبقى دايما فوق الاله كده اتفضل. هو يعني خليه دايما او بيفضل ان هو يجسد نفسه او يجسد اسمه بالحركات. وهل في مناظر مكتوب اسمه الخرطوش ومثل نفسه يعني جمع الحاجتين مع بعض؟ لا هي الحاجات اللي ظهر فيها رمسيس هم ثلاث مرات. مره في الدر ومره في تمثال حورون ومره في اعلى كورنيشه رمسيس الثاني. يعني في معبد ابو سمبل. لا دي حاجات مرات بعد بدل ما كان بيكتفي بان هو بينقش الاسم يعني دي حاجه ظهرت في اكثر من فتره الدوله الحديثه اسره 18 و19. هو بيقال عنه يعني رمسيس الثاني تحديدا بيقال عنه ان هو كان دايما بيتعمد سنوات مسفرتيش ويحط اسمه. فهل ان هو كان بيعمل كده؟ انا افجر لحضرتك مفاجاه يعني ممكن بعد المحاضره نقعد مع بعض في رمسيس. رمس الرعامسة من رمسيس الأول لرمسيس الحداشر دي رسالة الماجستير بتاعتي. فأنا كل ما كتب عن الرعامسة من الأول للحداشر وتحديدا رمسيس الثاني وحتة اغتصابه للتماثيل وما حقيقة الأمر فيها وهل هو اغتصاب كده كشط اسم الملوك من سبقوه يحط اسمه ولا هو ترميمه من حق المرمم ان هو يكتب اسمه على الاثر يرممه ده موضوع كبير يعني لان عايزين نبرق ساحه رمسيس الثاني. بغض النظر عن الجزئيه دي يعني هل هو فضل حتى لو هنقول ان هو ما بيتمس الكراتين يرمم ويحط اسمه فعمل كده في المعابد دي يمثل اسمه؟ لا كل الحاجات اللي عملها دي كانت خاصه بيه غير مغتصب. دي حاجات تخصه هو ما كانش مغتصب. هو مش وحيد قوي. مش الوحيد عشان كده رمسيس الملك الوحيد اللي اسمه مكتوب ابن اعلى مع الجنب على اليمين الجنب الثاني زي ما حضرتك السؤال السؤال. هو بعض بس ست الاول قال له نفسه برضه كان نفس الموضوع. هو مش بس اللي قال له نفسه. دي منازل رفع احجار المعبد وازاي المعبد كله اتقطع ونقل بالكامل. منظر عام لعمليه انقاذ المعبد اللي تمت في اواخر الستينات بدايه السبعينات. وشكرا لحسن استماع حضراتكم.